دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي. ويرحب مشروع القرار الأمريكي باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 من مايو الماضي، ويحث الاحتلال وحماس على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.